لله سبحانه وتعالى لمصلحته. أنا أحبك وأحب كل إنسان قاعد، كل إنسان في الزمان والمكان، أنا أحبه لله، ما أحبه لمصلحة معينة. ثانياً عدم الشرك بالله، كل إحنا قاعد نصلي ونصوم خوفاً من الله سبحانه وتعالى ما نشرك. ثالثاً طاعة الله ورسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هسه هنا الثالثة بيفد معنى كل الجميل، لازم إحنا معروفنا نحكي. أولاً نشكر مديرية شؤون عشائر العراق المتمثلة بالسيد العميد ناصر النوري. صراحة هاي الشخصية لعبت دور فعال في المناطق الشمالية والمناطق الوسطى والمناطق الجنوبية في حل الإصلاح ذات البين. يعني الكثير من المشاكل القديمة اللي متعلقة الرجال قاعد نشوفه احنا على التواصل الاجتماعي بكل المناطق العراقية. وثانيا نشكر السيد العميد جحفر الموسوي، صراحة مدير شؤون عشائر ميسان، حل دورا ولعب دورا فعالا بهاي الوقت، جاء خيرا إلى محافظة ميسان وكل العشائر الميسانية الأصيلة الشيد بهاي الجهود. وكل العشائر الميسانية قدمت لكل الجلالة والاحترام على جهودها المبدئية المعنوية. إحنا الهدف من هذا اجتماعنا نعقب على كلام السيد العميد، الكلام الاعتبار المعنوي وآراء الجيدة وطروحات الجيدة، نعقب عليه. الهدف من هذا الاجتماع هو الهدف من هذا الكساد، ليش نوحد كلمتنا من نسند الحكومة ويصير ونحصر السلاح بيد الدولة. هذا أكبر قوة وأكبر عزيمة ندعم الدولة. ليش؟ لأن هاي العصابات المسلحة وهذا الإنسان اللي مسلح بالعصابات من يشوف الحكومة قوية راح يقتل، وهذا الإنسان الضعيف يلجأ إلى الدولة يأخذ حق. هذا مبدأ. المبدأ الثاني، طب كلكم تعرفون أحداث كربلاء اللي صارت فيها العصابات الإجرامية اللي شوهت وقامت بأعمال خبيثة رديئة بأشرف بقرة. إحنا استنكرنا والله سبحانه وتعالى في هذا الاستنكار غضب عليه وغضب الله على كل إنسان قام بالتخريب. المحور الثالث، إحنا كمشايخ ووجهاء ما نبخس حق المتظاهرين السلميين، هم أبنائنا وولدنا ولهم مطالب ولهم شروط ولازم نطبق شروطهم. وكل مشايخ